الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، حياكم الله أيها الإخوة، وعودتمونا يا أهل النابية ما شاء الله كلماتكم بعد صلاة الفجر. بارك الله لأمتي في بكورها، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يبارك لنا ولكم في هذا الشهر الفضيل. جزاكم الله عنا خيرا، اللهم آمين. أنا كلمتي باختصار شديد جدا بعنوان الاستثمار الأمثل. الاستثمار الأمثل، العاقل يا أحبابي، العاقل هو الذي يستثمر الفرص. هل ممكن يقال عن شخص تاجر أنه كذلك تاجر وتضيع عليه فرص في الصفقات ولا يربح فيها، هل يسمى هذا تاجر؟ لا يمكن، وهذا تاجر الدنيا. فكيف بتجار الآخرة؟ نحن في أعظم فرصة ثمينة في هذه الحياة، وهي يا مرحبا، وهي قضية رمضان. رمضان هي أعظم فرصة ومن أعظم الفرص. طيب، العاقل ينبغي أن لا تفوته هذه الفرصة. العاقل ينبغي أن لا تفوته هذه الفرصة. والذي ستفوته الفرصة أو جزء منها هو سيكون حاله مثل حال هذا التاجر الذي في الدنيا وما ربح أو خسر شيئا من بضاعته. ثلاثة أشياء مهمة جدا حتى يكون استثمارك أخي الكريم استثمار أمثل في شهر رمضان. وانقل هذه القضايا، هذه الأمور الثلاثة لأهلك. أولى هذه القضايا قضية تذكر الموت. يعني يا أحبابي، نحن ما زلنا إلى الآن نصلي يوميا على موتى، وما زلنا نسمع فلان مات وفلان مات وفلان مات. يعني أنا أعرف أحد الأشخاص أمس توفي رحمه الله، وسيصلى عليه اليوم العصر. هذا ممكن أكون أنا وأنت. طيب، إذن ممكن الواحد منا ما يدرك نهاية هذا الشهر، وحتى لو أدركه يمكن أن لا يعود مرة أخرى إلى رمضان. طيب، ما العمل إذن؟ استثمر هذه الفرصة أكثر من الطاعات والعبادات، لأن هذه فرصة قد تموت الآن، قد تموت بعد قليل، قد تموت الليلة، غدا، بعد شهر، بعد قبل رمضان المقبل. إذن استثمر. تذكر قضية الموت يا أحبة قضية مهمة جدا. هذا الذي يعني أشغل الذين يعرفون الله عز وجل حق معرفته، ألا وهو قضية الموت. والموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كل نفس، قبل ذلك يقول الله عز وجل كل نفس ذائقة الموت. فلما نتذكر قضية الموت نتعامل معها صح، ليس كما يتعامل معها البعض، إما أن ينساها تماما أو أن يقلق قلق مرضي، خوف، ما يعرف كيف يتعامل في الحياة. لا، الموت سيكون نصيب كل واحد منا جميعا. إذا ماذا أفعل؟ ولا نعلم أئمة الموت، ما لا نعلم متى سيكون الموت، ولا تعلم نفس بأي أرض تموت. إذن استثمر وقتك، استثمر لحظتك، لا تضيع نفسك، لا تقول أنا بإذن الله سأدرك العام القادم أو سأدرك نهاية الشهر هذا، إنما استثمر وكأنك ستموت بعد قليل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، حتى تستثمر صح أيضا هذا الشهر الكريم، ونحن قد انتهينا من نصفه الآن، في قاعدة مهمة جدا اسمها قاعدة التخلية والتحلية. الآن لو كان في كوب ماء ومتسخ وضعنا فيه ماء عذب زلال، هل سنشرب هذا الماء العذب الزلال؟ لماذا؟ سيتسخ.
طيب والمفروش ماذا نفعل؟ ننظف ايش؟ ننظف الكأس ثم نشرب الماء، نفس الشيء. تريد تستثمر هذا الشهر صح؟ ابعد عن الأشياء غير السليمة، غير الإيجابية التي لا يرضاها الله، ابعد عن المحرمات. هذه التخلية. شفت الوسخ اللي في الكأس اللي وسخ الماء النظيف؟ هذه المحرمات شغلها. النظر الحرام، والسمع الحرام، والمشي الحرام، والكلام الحرام إلى آخره. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، التعب والسهر. إذا نحتاج إلى ماذا؟ نبعد هذه التخلية، نظف. فرصة رمضان والله يا جماعة أن الإنسان المبتلى بأشياء محرمة يبتعد عنها ويعزم أن لا يعود إليها أصلا. ليس مرحلة كما يقال فترة ثم سيعود، لا، يعني المدخن ما في مثل رمضان في ترك التدخين، ما في مثل رمضان حتى من الناحية الطبية، ما في مثل رمضان. فرصة ثمينة جدا. وهكذا الأشياء أخرى ثانية، لأن أصلا نحن ملزمون الابتعاد عن المحرمات في رمضان وفي غير إيش رمضان. هذه التخلية مهمة. ثم التحلية اللي هو الماء النظيف اللي نشرب وحنا مرتاحين. ستشعر أن صيامك شيء يفيدك وينفعك، تشعر أن قلبك قريب من الله عز وجل، تشعر أنك تشعر بسعادة ولدة، صلاتك ما هي ثقيلة، تشعر أنك تذهب إلى المسجد وأنت في شوق، تفتح القرآن وأنت ماذا؟ وأنت تعيش هذه الآيات، تستمع القرآن إلى آخره، تذكر الله، ستشعر بحلاوة ما تفعل من الأعمال الصالحة. وهذا هو الاستثمار. أما اللي لخبط يصلي ويعصي، يصوم ويعصي، يفعل الطيب ويعصي. أنا ما أقول إن ما في أحد منا لا يعصي، كلنا يعصي، لكن الكلام على الذي لا يستثمر رمضان بترك المعصية وأيضا يصر على بقائه على المعصية، هذا المشكلة، هذا المشكلة. إذن لابد من التخلية قبل التحلية، لابد من التخلية قبل التحلية، لابد ننظف، نبتعد عن الأشياء التي تضر الصيام وماذا؟ ثم نقوم بعمل الطاعات وحنا مرتاحين. شفتم يا جماعة الشخص اللي الله من عليه وتزوج، هذا تخلية ولا تحلية؟ ها؟ تحلية، هذا مثل الماء، لكنه ما زال والعياذ بالله عنده علاقات محرمة يمين يسار. شو السبب؟ لأنه ما عنده تخلية، جالس ينظر للحرام، يشوف الأفلام وينظر للشاشات، ويأخذ يمين ويأخذ يسار. واضح؟ الزواج مستمتع فيه صح؟ أبداً ما جزء. هذه المشكلة، هذه المشكلة يا جماعة. لذلك شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لي ولك، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. الأمر الأوامر مربوطة بالاستطاعة. طيب أنا ما أستطيع أصلي قائماً، ماذا أفعل؟ أصلي جالسا، ما أصلي جالسا، أصلي على جنب إلى آخره. واضح؟ طيب وماذا قال في النواهي؟ وما نهيتكم عنه فانتهوا. ما قال فانتهوا حسب استطاعتكم، قال فانتهوا. فرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين النواهي والمحرمات وبين الأوامر. النواهي ما فيها كلام، أشوف أفكر أشوف أنا عندي قدرة ولا عندي قدرة، النواهي انتهي خلاص، سمعنا وأطعنا وفرق ربنا إليك المصير. حتى في الأوامر سمعنا وأطعنا، لكن مربوطة بالقدرة الأول بس. واضح الفكرة؟ هذه مهمة جدا 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 يا جماعة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فسر قول الله عز وجل أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم، قال هؤلاء الذين نفوسهم تميل إلى المعصية وقد كانوا يفعلونها ولكن يتركونها، هم أجرهم عند الله أعظم من غيرهم. يعني اثنين محمد وإبراهيم كلهم تركين للمعصية،
ماشي؟ كلهم تركين لسماع الأغاني، لكن محمد كان يسمعها من قبل وتاب، وإبراهيم أصلا ما كان يسمع، متربي في أسرة ما يتسمع الأغاني، ومحمد يسمع الأغاني في الطريق قلبه إيش؟ ها؟ يميل إليها، تذكرها من قبل، لكنه شوي يجاهد نفسه. مين أجر أكثر، محمد ولا إبراهيم؟ ها؟ محمد ليش؟ كلاهما ترك المعصية، لكن محمد مجاهد نفسه أكثر من إبراهيم، لأنه يحب ليش؟ يحب المعصية، يميل إليها لكن تركها. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. واضح؟ إذا الاستثمار الأمثل رقم واحد قلنا تذكر إيش؟ الموت. رقم اثنين التخلية قبل التحلية. أخيرا رقم ثلاثة الدوافع. إيش دافعي ودافعك في العمل؟ ما هو دافعي ودافعك في العمل؟ يعني إيش اللي خلاك تجي هنا؟ الخوف من الله. طيب معلش ما أقصد أنه أتهم أحد الموجودين، أعوذ بالله، يمكن واحد جاي مجاملة لواحد من اللي معه، صح؟ وارد ولا موارد؟ وارد. إذا في ناس عنده دوافع صحيحة، وفي ناس عندهم دوافع ما هي صحيحة. في ناس عندهم دوافع دنيوية، يبغى الفلوس، يبغى المال حتى لو حلال، وفي ناس عنده دوافع إيش؟ أخروية. واضح؟ الرسول قصة قصة عجيبة جدا، واسمعوا هالقصة هذه يا جماعة. الرسول زار أعرابي، فأكرم الأعرابي الرسول صلى الله عليه وسلم، أراد الرسول أن يرده الجميع، فقال له تعاهدنا أتنا، يعني تعال عندنا في بيتنا حتى نكرمك. أراد الرسول أن يرده الجميع، فجاء الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال سل حاجتك. تصوروا حين أنتم كل واحد منكم يتصور نفسه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سل حاجتك، وهو النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومؤيد من الله صلى الله عليه وسلم. ايش قال للعربي؟ العربي قال ناقة برحلها وعنز يحلبها أهلي، أبي الناقة وبالعنز. طيب الحين سأل حلال ولا حرام؟ حلال، ما سأل حرام، واضح؟ طيب سأل دنيا ولا آخرة؟ دنيا. فقال الرسول أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ قالوا وما عجوز بني إسرائيل؟ فقصة قصة موسى مع بني إسرائيل لما أرادوا الخروج من مصر وضلوا الطريق، ومعهم موسى النبي موسى، فقال موسى ما هذا؟ قال العلماء بني إسرائيل نحن نحدثك أن يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله يوسف كان قبل موسى، وفي ذلك القصة في ذلك اللحظة كان ميت صلى الله عليه وسلم، وهو من أنبياء من بني إسرائيل، أخذ علينا موثقا أن لا نخرج من مصر إلا هو معنا، في بيننا وبين يوسف اتفاق أنه إيش ما نطلع من مصر إلا بده يكون معنا. فقال موسى طيب من يدلنا على قبر يوسف؟ قال العلماء ما حد يعرف قبر يوسف إلا عجوز. قال جبوها، فجاءت العجوز بين يدي من؟ موسى صلى الله عليه وسلم، فقالت دلنا على قبر يوسف. قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني شرطي، أنا عندي شرط تنفذ لي إياه أعطيتك من قبر يوسف، ما تنفذ لي إياه من أعطيك إياه. قال لها وما شرطك؟ قالت أكون معك في الجنة. شفتم الآن العجوز، شفت العرابي، في فرق ما في فرق؟ ها؟ فرق كبير. هذه دافعها أخروي وهمها الآخرة، والثاني همه الدنيا مع أنه حلال. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب كيف تضيع نفسك الفرصة، تضيع نفسك الفرصة ليش شغلك؟ لذلك تجدون الشخص اللي شغله الوظيفة والمال والدنيا والسمعة والكلام يتعب يتعب، ولا يستثمر رمضان والمواسم الخير كثير ما يستثمرها، يأخذ بأقل الأقل البسيط من الطاعات ويمشي، بس أهم شيء عند الدنيا. لكن لو كان همه هما واحدا هم الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله هموم الدنيا. لو كان مثل العجوز بحصل يبكر للصلاة،
حصل يحرص على الختمات، حصل حريص على بر الوالدين، على صلة الرحم، على الخلق الطيب، على صدقة كل يوم، على إلى آخره، وتحصل في اليوم 17 من رمضان أحسن من 16، في 16 أحسن من 15، وفي العشر الأواخر أحسن من كل ما سبق إلى آخره. ليش؟ لأنه قلبه معلق بإيش؟ بالله، بالآخرة، بالآخرة، بالآخرة. وما عند الله خير وأبقى، ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أسأل الله عز وجل أن يجعل همنا وإياكم هما واحدا هم الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الموفقين في استثمار ما تبقى من هذا الشهر إلى آخر ليلة منه، إلى آخر ليلة منه، وأن نزيد والله أن المستفيد هو كل واحد منا، والخاسر والمحروم هو كل واحد منا لو كنا كذلك. فلذلك علينا بالاستثمار الأمثل في هذا الشهر المبارك، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد. وأنا أول من يحتاج إلى مثل هذا الكلام، لكن من باب الأمانة أقوله لنفسي ولكم، وأسأل الله لكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. وش سالفة هذه يا شيخ؟ هذه لي ولا جواز؟ يعني كلها بأخذها أنا ولا الجماعة الموجودين؟ نسأل سؤال يعني؟ طيب سؤالين. شرحك الله سنك يا شيخ. طيب أعطونا فائدة، أعطونا يعني واحدة من القواعد الثلاثة اللي ذكرناها من الاستثمار الأمثل. تفضل يا حبيبنا. ها الموت يعني الموت قصدك وش نسوي؟ نخاف منه عنده إذا خفنا منه ماذا؟ فنعمل ونستثمر الوقت. بيض الله وجهك، بس حابب نمزح معك يا شيخ، لا تزال. أعطي حبيبي، حبيبي أعطي الرجال، جزاك الله خير. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني ما شاء الله عارف أنت يا شيخ قبل ما نسأل. جزاك الله خير، خليك بعيد شوي عن الجهاز حبيبي، تعال منا، تعال منا، جزاك الله. أيوة تعال كذا أحسن سلم الكاميرا بس، جزاك الله خير. السؤال الثاني، الآية اللي قال فيها عمر بن الخطاب أولئك الذي الآية اللي قال فيها عمر بن الخطاب إن أين أنا بديت فيها، من يكملها؟ طيب اللي فرق ما بين الشخص اللي قلب نفسه تميل للمعصية ولكنه ماسك نفسه وبين الآخرة، من جاوبها؟ تفضل. ها ها محمد زاك الله خير، ها من أعطيه الآية؟ لا للتقوى. أي سورة؟ ها في الحجرات، لهم مغفرة وأجر عظيم. ما تبيها يا شيخ؟ شكلك مليان عندك من الجواز هذه. ها ها طيب وش قصة الكاس اللي فيه شو اسمه فيه غبار وفي ما أدري وش شو اسم القاعدة هذه؟ شو يسمون القاعدة هذه؟ ها؟ التحلية؟ تحلية؟ تحلية المياه يعني؟ لا حبيبي، لا ما تمشي علينا زك الله. طيب ها؟ تفضل. يعني تحلى يعني ما تسوي شيء سيء. ما تسوي إيش؟ ما تسوي شيء سيء. كويس، هذا يسمونه تحلية ولا إيش؟ لا لا ها؟ ها؟ التخلية قبل التحلية. جزاك الله فيك، نعطيك هي ونعطيها سهل. تفضل يا بني، تفضل. شكرا لكم، وصلى الله أن تقبل منا ومنكم، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير، موفق بيمينك حبيبي، يمينك، جزاك الله خير، شكرا.